يا سلام يا سلام على النشاط. الله، ريحة الزهور حلوة الصبح كده بدري، فعلا حاجة جميلة قوي. صباح الخير يا نحلة، أخبارك؟ عاملة إيه؟ صباح الخير يا بيتر فلاي، الحمد لله. هو أنت كل يوم يا ستي تقومي بدري وتيجي قبلي؟ أنا كل يوم أحاول أقوم بدري، أحاول أقوم بدري عشان أجي قبلك وأسبقك في يوم، مش بعرف أبدا. هو أنت كل يوم كده بتشتغلي وبتشتغلي طول اليوم وطول الوقت وما عندكيش أي وقت في الراحة خالص كده؟ راحة؟ لا طبعا ما عندناش وقت للراحة، احنا النحل بنشتغل طول الوقت. احنا معروفين ومشهورين بنشاطنا وبذكائنا وان احنا برضو منظمين. اي نعم احنا حجمنا صغير، لكن احنا بنعيش في مجموعات كبيرة وبنساعد بعض وبنحب بعض. طيب انتوا بتعيشوا فين؟ احنا بنعيش في مجموعات جوه الخلية. الخلية بيبقى فيها عدد كبير قوي من النحل، والخلية دي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة بين الأشجار أو في الحدائق أو في أسطح المنازل. طب بما إننا أصدقاء بقى، أنت ممكن تقوليلي أنت بتاكلي إيه؟ أنا بتغذى على رحيق الأزهار، وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى بنخرجه عسل النحل فيه شفاء للناس. أيوة عسل النحل ده أنا دقته قبل كده، طعمه لذيذ وجميل جدا. مضطرة أمشي، مع السلامة. استني، انت رايحة فين؟ استني، انا اخدت شوية رحيق ازهار من هنا وراح احطهم على ازهار في حديقة تانية. ما هو ده برضو من ضمن عملي، تحبي تيجي معايا؟ ايوه طبعا احب اجي معاكي. استني خديني. وجريت النحلة مسرعة على حديقة تانية، وجريت وراها بيتر فلاي. ما كان عندها فضول وكانت عايزة تتعلم من النحلة وتعرف سر نشاطها، وعايزة تعرف ازاي هي منظمة جدا ونشيطة وبتحب العمل. وهناك النحلة كانت بتحكي لها ازاي هما منظمين كده. والوقت عدى بسرعة والنحلة محستش بالوقت، وفجأة لقيت الدنيا هتليل. طلبت من الفراشة ان هي تستأذنها وتسيبها وتمشي، لازم ترجع للخلية. وفي طريقها هناك لقت دخان عالي جدا. خافت النحلة، يا خبر ابيض، ايه ده؟ ايه الدخان ده؟ يا رب استرها يا رب، ده قريب من خلية النحل بتاعتنا. يا رب استرها، خلي بالك يا بيتر فلاي، لا الدخان يعملك اختناق. ايه ده؟ ده في نار. يا ربي هنعدي ازاي؟ بصي انا هعدي الاول وخليني حريصه جدا. اي النار هتلتهب. بالراحه يا نحوله، امشي طيري بسرعه، اقولك طيري بسرعه، وحاولي تحلقي فوق في السماء، حاولي تقلي عن النار. اهو انا بجري اهو. اجري يا بيتر فلاي، اجري بسرعه، انا لازم اطمن على النحله، انا قلقت عليهم جدا. يا ترى الملكة بخير؟ يا رب استرها يا رب، يا رب سترك يا رب. اهو قربنا نعدي اهو، الحمد لله، بسرعة. يا خبر ابيض، ايه ده؟ الملكة في خطر، الملكة الدخان عامل لها اختناق. رفرفوا يا نحلة بسرعة بأجنحتكم. اتخضت جدا النحلة نحولة على الملكة، وكانت متضايقة وزعلانة قوي، وفضلت ترفرف بجناحاتها عشان يحاولوا يجيبوا هوا نضيف للملكة هي وبقية النحل اللي كانوا في الخلية. وفجأة مشي بيتر فلاي. اتضايقت النحلة جدا واستغربت من موقف صاحبتها، ما هي كانت مفكراها صاحبتها. لكن سرعان ما جه فراشات تانية كتيرة، وفضل يرفرفوا بجناحتهم، موقفوش أبدا عن الترفريف ومساعدة النحل عشان الملكة تبقى بخير. وفجأة وقف الدخان، والملكة الحمد لله صحتها بقت كويسة وبقت أحسن. فرحوا جدا النحل والفراشات، وكانوا مبسوطين جدا وفرحانين إن هم الحمد لله قدروا ينقذوا ملكتهم. لكن النحلة استغربت، مين قال للفراشات دي تيجي؟ سألتهم، انتوا مين قالكوا تيجوا؟ مين عرفكم ان الملكة في خطر؟ ازاي عرفتوا وازاي جيتوا تساعدونا؟
هو مين طلب منكم المساعدة؟ وكان عندها أسئلة كتير جدا، لكن الفراشات أخبروها إن بيترفلاي هي اللي طلبت منهم المساعدة، والملكة طلبت منها إن هي تروح تشكر بيترفلاي. وحست النحلة إنها تسرعت في الحكم على صاحبتها، فقررت تروح على طول تشكرها على اللي عملته معاهم. بيترفلاي صاحبتي، متشكرة جدا ليكي لمساعدتك ليا أنا وأصحاب النحل والملكة، ومتشكرة جدا إن انتي بعتي الفراشات أصدقائك إن هما يساعدوني. قوليلي بقى انتي عملتي ايه وطفيتي النار ازاي؟ حبيبتي لا شكر على واجب، أنا هحكيلك من الأول خالص. أول حاجة أنا رحت للبغبغان. يا بغبغان يا بغبغان يا بغبغان، في ايه مالك يا بيترفلاي؟ في ايه مالك؟ هو انت ممكن تساعدني لو سمحت؟ اصحاب النحل في خطر شديد جدا، لان في نار مولعه في الحديقه وعامله دخان شديد، وهم في خطر والنحله في خطر. يا خضر ابيض، ازاي ده؟ انا هروح حالا. بسرعه يا بغبغان، بسرعه بسرعه، يا رب الاقي سعد في اوضته. يا سعد يا سعد، في بغبغان حصل ايه؟ يا سعد يا سعد يا سعد، في نار شديده جدا في الحديقه، في حد مولعها مش عارف مين، وعامله دخان شديد جدا، وخليت النحل في خطر. كل النحل تعبان والملكه تعبانه جدا. مش ماشي، انا رايح اهو. يا مامي يا مامتي يا مامتي، في ايه يا سعد؟ مالك؟ ينفع تطفي النار عشان خليت النحل في خطر؟ يا خبر ابيض، ومين ولع النار في الحديقه؟ مش عارف. لا طبعا، انا هروح حالا اطفي النار دي. يا خبر ابيض، ربنا يستر. اجري يا سعد اجري، تعالى معايا. ماشي انا جيت. اجري بسرعه يا سعد، بسرعه يا حبيبي بسرعه. ماجري. يا رب نلحق نطفيها. طفي يا سعد طفي، يا رب نلحق النحل، يا رب النحل يبقى بخير يا رب. ماشي. مين ولع النار كده في الحديقه؟ وفي نحل عندنا وفراشات، والنباتات ممكن تموت من النار ديت، والدخان ده مؤذي جدا لينا احنا كبني ادمين وللنباتات وكمان الحيوانات في الحديقه. إيه الحمد لله. إيه الحمد لله يا سعد، الحمد لله اتطفت. الحمد لله. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، انت عملتي عشان كل ده يا بيتر فلاي؟ انا متشكره جدا ليكي، فعلا انت فعلا ونعمه الصديقه، ومتشكره فعلا لسعد ومامته والبغبغاء الجميل صديق الانسان ده. حبيبتي يا نحوله ما تقوليش كده، احنا اصحاب، والصاحب لازم يقف جنب صديقه في وقت الشده. اما كنتش اقف جنبك في الوقت اللي انتوا في خطر فيه، كنت هقف جنبك امتى؟ وعرفت النحله قيمه بيتر فلاي، وقد ايه هي بتحبها، وقد ايه هي صديقه وفيه، ووقفت تتشكر لهم كلهم، وبقت فرحانة جدا وسعيدة ومبسوطة ان هي عندها اصدقاء زي سعد ومامته وبيتر فلاي والبغبغاء، وعاشوا كلهم في الحديقة سعداء ومبسوطين. وفرح سعد ومامته جدا باللي بيتر فلاي عملته، وقد ايه هي كانت خايفة على صاحبتها وعيلتها، وقد ايه هي حاولت تساعدهم وتعبت في كده. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. لو عجبتكم الحدوتة ياريت تضغطوا سبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. واوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو.